شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة أكثر فئة بالعراق تعاني الإهمال والتهميش، تعدادهم أكثر من 5 ملايين معاق، رواتبهم لا تكفي لمدة يومين لتلبية احتياجاتهم. كل هذا وتلاحقهم صرخات وكيلة وزير تهددهم بالاحتجاز والسجن لمطالبتهم بحقوقهم. طبعا احنا كمعاقين على عموم العراق انه من 2012 من 2011 ولحد الان احنا نحضر تظاهرات وندق ابواب المسؤولين ونقف على ابوابهم، لكن للاسف ماكو اي استجابه حقيقيه من المسؤولين لانصاف هذه الشريحه من المعاقين. شريحه المعاقين شريحه مهمشه مغيبه، خاصه في بلدنا العراق، في بلد الثروات، في بلد النفط. راتب المعاق 125,000 لا يكفي لشريط أدوية واحد. تفعيل قانون 38 الذي يضمن حقوق المعاقين مما يجعلهم يتمنون السجن وإلقاء القبض عليهم، كون معيشتهم في السجن أفضل لهم من معيشتهم في الوقت الحالي، وهذا ما يفضح الكم الكبير من الفساد في الوزارة المعنية والتخصيصات العملاقة لهم وما يعطى للمحتاجين. اليوم واقفين وقفة احتجاجية في محافظة كربلاء المقدسة لكي نرفع صوتنا إلى بغداد وإلى رئاسة الوزراء ومجلس النواب لتفعيل قانون 38 ذوي الإعاقة. احنا هواي أشياء، يعني هواي أشياء ما متوفرة لنا، احنا وضعيتنا صعبة، يعني هواي يراد لنا، بنحس بمعاناة حيل، يعني هواي شغلات ما متوفرة لنا، يعني ما موفرة لنا شيء الحكومة. والدورة هاي الوزيرة هيك تحكي علينا ليش، يعني هيك تقول هي المفروض يوفرونا هواي أشياء، يوفرونا إياها وهي شغلات، يعني هسه احنا صعبة شغلتنا حيل صعب. في بلد وارداته النفطية تكفي لإطعام دول أخرى، يعاني سكانه من التضخم الكبير للفساد وانكماش لحياة المواطن الفقير. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.